histotube. Histology will be simple. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة أول حلقة في محاضرة الاستومك. الاستومك أو المعدة أجزائها إيه؟ أول جزء كده دخلة الأسوفاجس مع الاستومك بيبقى اسمه الكارديا، كأنه قلب المعدة كده، الدخلة دي اسمها كارديا. وبعدين الجزء الفوقاني من الاستومك ده اسمه الفاندس أو فاندك ريجون. وبعدين البادي أوف استومك أو جسم المعدة، وآخر حاجة البايلورس. بادي أوف استومك، والبادي أوف استومك ده يمثل تلتين الاستومك، وبعدين البايلورس. البايلورس بيتكون من ثلاث أجزاء، جزء واسع كده بيسموه الانترام، بايلوريك انترام، وبعدين القناة دي اسمها بايلوريك كانال، واخر حاجة السفنكتر بايلوريك سفنكتر. طيب الاستومك زيها زي اي جزء في الجي اي تي، فاكرين معايا الجي اي تي كانت عبارة عن ميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسكولوزا، واوتر كوت بيبقى ادفنتيشيا اور سيروزا. الميوكوزا ابيثيليوم كوريام ماسكولاريس ميوكوزا، والصب ميوكوزا بيبقى شويه كونكتيف تيشو، احيانا يبقى فيهم جلاند واحيانا ما فيهمش جلاند. الماسكولاريس ميوكوزا كانت انر سيركولار واوتر لونجيتودينال، والاوتر كوت بيبقى ادفنتيشيا اور سيروزا على حسب الاورجان متغطي ببروتونيوم او لا. عايزين نطبق الكلام ده على الاستومك. الاستومك كهيستولوجي الفاندس اندي بادي اوف ذا ستومك الاثنين بيبقوا نفس الهيستولوجي نفس الاستراكشر، اما البايلورس بيبقى هيستولوجيكال استراكشر مختلف. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفاندس اندي بادي اوف ذا ستومك. استراكشر اوف فاندس اندي بادي اوف ذا ستومك نفس الكلام اهو، زي ما احنا شايفين في الصوره، في ميوكوزا، في صاب ميوكوزا، ماسكولوزا، سيروزا ولا ادفنتيشيا؟ انا في الاستومك. الاستومك متغطيه ببروتونيوم ولا لا؟ اكيد متغطيه ببروتونيوم لانها في الابدومينال كافيتي، فهتكون متغطيه بسيروزا، مش هنقول بقى كلمه ادفنتيشيا. اول حاجه الميوكوزا. ميوكوزا يعني ايه؟ يعني ابيثيليوم كوريام ماسكولاريس ميوكوزا. الابيثيليوم هنا نوعه ايه؟ فاكرين الاسوفوكس؟ الاسوفوكس كنا لسه عايزين الحمايه، فكان الابيثيليوم ستراتيفايد سكويمس. هنا خلاص بقى احنا دلوقتي بقى ده هندخل على الهضم بقى والافرازات وكده، فهنحتاج مش محتاجين بقى لسنا الطبقات الكتيره دي، محتاجين حاجه تشتغل بقى. ايه اللي عندنا يشتغل؟ سيمبل كولامنر سيكريتوري ابيثيليوم. سيمبل كولامنر سيكريتوري ابيثيليوم طبقه واحده من الخلايا وتحتها شويه كونكتيف تيشو والماسكولاريس ميوكوز، بعد كده الصب ميوكوزا والماسكولوزا والسيروز. يبقى ده بالنسبه للفاندس اوف ستومك، ميوكوزا، صب ميوكوزا، ماسكولوزا اند سيروز. اول حاجه الميوكوزا، زي ما احنا شايفين كده الميوكوزا ابيثيليوم وكوريام وماسكولاريس ميوكوزا. الابيثيليوم سيمبل كولامنر سيكريتوري، سيمبل كولامنر سيكريتوري فاكرين السنه اللي فاتت خدتوه في الابيثيليوم، بيبقى ويز بيزال اوفال نيوكلياي. معروف على طول ان احنا عندنا الكولامنر سيلز غالبا على طول بتبقى النيوكلس بتاعتها بيزال اوفال، بيزال اوفال تمام. طب الكوريام عباره عن كونكتيف تيشو، في بلاد فيسلز ونيرفس لمفاتكس، الكلمتين اللي احنا عارفينهم. بس هنا في الاستومك، في الفاندس اوف استومك، الموضوع اختلف شويه، ان هيبدا يظهر جلاند مهمه جدا، هي دي المسؤوله اللي فيها بتفرز المواد المسؤوله عن هضم الطعام، اسمها الفاندك جلاند. اسمها ايه؟ فاندك جلاند، انها موجوده في الفاندس. وبالتالي الطبقه اسمها ماسكولاريس ميوكوزا، خلاص حافظينها، انر سيركولار واوتر لونجيتيودن. فاندس اوف استومك الميوكوزا اتكلمنا عليها، صب ميوكوزا عبارة عن لوس كونكتيف تيشو بلاد فيسلز ونيرفس ولمفاتكس، الكلمتين المعتادين. هل فيها جلاند؟ لا ما فيهاش بقى، ما الجلاند موجودة في الميوكوزا. فاند الجلاند، شايفين الجلاند الطويلة دي؟ شايفين كل دي اسمها فاند الجلاند، موجودة في الميوكوزا. فالصب ميوكوزا خلاص ما عادش فيها حاجة. أما في الأسوفاجس كان في جلاند في الصب ميوكوزا، لأن ما كانش في جلاند في الميوكوزا. الماسكولوزا، الماسكولوزا في الفاندس اوف استومك مختلفة شوية عن بقية الجي اي تي، احنا عارفين على طول نقول انر سيركولار اوتر لونجيتيودنال، ما عدا الفاندس والبادي اوف ذا استومك
بما ان الاستومك دي عامله زي الكيس كده، زي القربه كده، وفيها الاكل، والاكل ده محتاج علشان يتهضم كويس لازم يختلط كويس بالاحماض وبالانزيمز والكلام ده. فعشان كده سبحان الله ربنا جعل لنا الفندس اوف استومك الماسل بتاعه مش طبقتين، 3 طبقات، عشان تتحرك في كل الاتجاهات وترج الاكل كويس وتخلطه كويس بالاحماض والانزيمات. فالفندس اوف استومك او البادي اوف ذا استومك بيبقى المصل فيه 3 طبقات، هي الاوتر لونجيتودينال زي ما هي، والانر سيركولر موجوده بس دخل قدامها طبقه اسمها انر اوبليك. فبقى عندي حاجه اسمها انر اوبليك. الله، انا عندي انر اوبليك، ينفع اقول انر سيركولر؟ لا، هتبقى اسمها ميدل سيركولر. والاوتر لونجيتودينال زي ما هي، يعني نفس الترتيب المصل زي بقيه الجي اي تي كلها، اوتر لونجيتودينال وجواها الانر سيركولر، بس فرقت بس في الفندس والبادي اوف ذا ستومك ان بيبقى في حاجه اسمها انر اوبليك. شايفين المصل كده، السموث مصل اللي نايمه اوبليك دي كده مايله كده، دي مايله اسمها اوبليك، انر اوبليك. والميدل سيركولر موجوده، ميدل سيركولر، وبعدين في الاوتر لونجيتيودنال متقطعه كده كروس سيكشن، منها ماشيه بالطول والسيكشن ده متاخد بالعرض، فهي متقطعه بالشكل ده. واخر حاجه سيروزا. يعني ايه سيروزا؟ يعني حاجه اسمها ميزوسيليال لاير. ميزوسيليام اهي، سيمبل سكويماس ميزوسيليام، وتحتها شويه كونكتيف تيشو اسمهم سب ميزوسيليال كونكتيف تيشو. يبقى الميزوسيليال لاير وسب ميزوسيليال كونكتيف تيشو الاتنين مع بعض بيبقى اسمهم سيروزا. سيروزا. طب نبدأ بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها الفاند جلاند. الفاند جلاند نوعها ايه؟ سيمبل برانشد تيوبولار جلاند. سيمبل يعني ايه؟ يعني لها فتحة واحدة. برانشد لانها مقسومة، هي برانشد. تيوبولار لان السكريتوري بارت بتاعها شبه الانبوبة. سيمبل برانشد تيوبولار جلاند موجودة فين؟ مالية الكوريوم. احنا عارفين ان الجلاند دي موجودة في الميوكوزا، من الميوكوزا عبارة عن كوريام، فالكوريام مليان فند الجلاند. سبحان الله، الفندس والبادي اوف ذا ستومك يعني ربنا خلقهم كده، فيهم حاجات كده تهيئهم لوظيفتهم اللي هي في وظيفة مهمة جدا في الهضم. البيلورس ملوش وظيفة في الهضم قد الفندس والبادي اوف ذا ستومك. فعشان كده الفند الجلاند عشان المكان كله يبقى مستغل كويس جدا، فالفند الجلاند بتبقى ستريت، واقفه كده زي بالظبط طابور كده، ناس واقفه كده منتظمين جنب بعضهم، يبقوا ستريت. فاند جلاند بتبقى ستريت، بارر لايتش اذر متوازيين كده جنب بعض في صفوف، صفوف جنب بعض، بيربونديكولار تو ذا سيرفيس، عموديه على السيرفيس. كل ده بيخلي ان المساحه كلها تستغل احسن استغلال. يبقى المساحه كلها بتاع الفندس والبادي، الكوريام بتاع الفندس والبادي اوف ذا ستومك مليانين بالفند الجلاند، مترصصين جنب بعضهم كده بحيث ان هم كلهم يقدروا يصنعوا كميات كبيرة بقى من الانزيمز والاحماض وكده عشان تهضم الاكل كويس. تمام؟ فيعني الستركشر بيخدم الايه؟ الوظيفة، وهي شغلة جزء كبير جدا من الكوريام. يعني الكوريام موجود فين؟ موجود بقى بين الجلاند وبعضها، حتت مسافات. شايفين الحتة اللي انا مشاور عليها دي مثلا؟ مسافات بسيطة جدا هي اللي فيها الكوريام. طيب لو اتكلمنا عن اجزاء الفند الجلاند، الفند الجلاند دي عباره عن ايه؟ الفند الجلاند عباره عن اول جزء بيبقى اسمه الداكت او البيت. كلمه بيت او داكت، اي جلاند يبقى لها داكت، القناه اللي بتوصل، فالجزء ده اسمه الداكت. تتوقعوا هنا الداكت تبقى طويله ولا قصيره؟ الداكت هنا هتبقى برضو ربع الكوريام، مش كبيره، عكس البايلورس هتبقى نص الكوريام، لان هنا الداكت قصيره، احنا مش عايزين ضغط طويله. الضغط الطويله هتخلينا خدنا مساحه كده على الفاضي في حاجه ايه مش مهمه قوي، بتوصل بس مش بتفرز. عشان كده الضغط هنا قصيره، ربع الكوريا معنى كده الثلاث ارباع بيفرز. تمام؟ يبقى الضغط بتبقى ربع الكوريا. تحت الضغط شايفين حته البايفركيشن دي، حته التفريعه دي، التفريعه اللي حصلت دي، فالحته دي بيبقى اسمها اسمس، حته صغيره كده مكان التفريعه اللي حصلت دي اسمها الاسمس. بعد كده الرقبه بتاع الجلاند اسمها نيك اوف ذا جلاند. نيك اوف ذا جلاند بتبقى كام خليه كده تحت الاسمس اسمهم النيك اوف ذا جلاند. بعدين الجزء الاكبر من الجلاند بيبقى اسمه البادي اوف ذا جلاند، جسم الجلاند، البادي اوف ذا جلاند. واخر حته في البوتوم اسمها الباتوم اوف ذا جلاند، البوتوم اوف ذا جلاند. تمام؟ يبقى اجزاء الفند جلاند، اول حاجه الدكت او البيت، بعدين الاسمس مكان التفريعة،
وبعدين النك البادي اند البوتوم. طب ايه الخلايا اللي موجوده في الفند الجلاند؟ عندنا كام خليه في الفند الجلاند؟ 7 خلايا. نفتكر رقم 7 ده، 7 خلايا في الفند الجلاند، هيبقى 7 خلايا في السمول انتستين ان شاء الله اما نقولها، و6 خلايا في اللارج انتست. طيب الفند الجلاند ايه الخلايا اللي فيه؟ احنا لسه قايلين في حاجه اسمها سيرفيس ايبيثيليوم، سيمبل كولامنر سيكريتوري ايبيثيليوم، ده موجود على السيرفيس هيبقى موجود. ايه كمان؟ الرقبه بتاع الخليه فيها اسمها خلايا اسمها ميوكس نيك سيلز، مليانه ميوكس، فبيسموها ميوكس نيك سيلز، الخليه اللي موجوده في النك ومليانه ميوكس. كمان حاجه اسمها انتيرو اندوكراين سيلز، انتيرو اندوكراين سيلز، ودي الخلايا بتفرز هرمون. انتيرو يعني حاجه لها علاقه بالجي اي تي، اندوكراين يعني خلايا بتفرز هرمونز، موجوده في الجي اي تي اسمها انتيرو اندوكراين سيلز. في 4 خلايا كمان هنقولهم كده، ستيم بيبتيك بارايتال كافيوليت، نحفظهم كده ستيم بيبتيك بارايتال كافيوليت. لما نيجي بقى نقول السمول انتستين ان شاء الله هنقول ستيم ام بانس كافيوليت، اما في الفندق دلوقتي هنقول ايه؟ ستيم بيبتيك بارايتال كافيوليت سيلز. تمام، يبقى في 3 كده نحطهم لوحدهم على السيرفس والرقبه والانترو اندوكراين، وستيم وبيبتيك وبارايتال وكافيوليت، 7 خلايا. اول حاجه هنتكلم عن السيرفيس ايبيثيليوم والميوكوس نيك سيلز. السيرفيس ايبيثيليوم زي ما قلنا سيمبل كولامنر سيكريتوري ايبيثيليوم، بتفرز ميوكوس علشان تحمي الاستومك من الاحماض والانزيمز، عشان المعده ما تتهضمش ذات نفسها، ما المعده عباره عن بروتين ممكن تتهضم زي اللحمه اللي بناكلها، عشان كده الميوكوس سيلز بتفرز ميوكوس، طبقه كبيره من الميوكوس تحمي جدار المعده انه يتهضم. والنيوكليوس بتاعتها بتبقى بيزال اوفال، بيزال اوفال نيوكليول. طبعا الميوكس بيحصل له ايه اثناء التحضير؟ بيدوب اثناء التحضير لانه فيه كربوهيدرات جلايكوبروتين، فبيدوب اثناء التحضير فيسيب مكانه كده، بيبقى ديسولفد ميوسين جرانيول في الايبكس كده، دي في السيرفيس ايبيثيليا. تمام، والنيوكليوس بيزال اوفال خلاص، وقلنا انها بتفرز طبقه من الميوكس بتحمي الاستومك. طب الميوكوس نيكسيل من اسمها بقى ميوكوس، ده احنا سميناها ميوكوس نيكسيلز، مليانه ميوكوس، مليانه ميوكوس، لان رقبه الجلاند دي حته مهمه جدا، لان السكريشن هيطلع عليها اول حاجه قبل ما يطلع على السيرفس، فمحتاجه حمايه جامده، عشان كده الخليه بتبقى مليانه ميوكوس، فومي سيتوبلازم، سيتوبلازم كله فومي كده، في فقاعات لان الخليه كلها مليانه ميوكوس. ده لدرجه ان الميوكوس ده عمل ايه؟ ضغط على النيوكليوس وخلاها فلات، بططها خلاها فلات بدل ما كانت اوفال، خلاها فلات او تريانجولر كده، بططها خلاها مثلثه او فلات وبيزل، وخلاها في البيز، مش كده بيزل واوفال كده واقفه كده واخده راحتها واوفال، لا خلاها فلات وبيزل على البريفري، لانه ضغطها الميوكس، ضغط على النيوكليوس. وبتفرز اسيدك ميوكس، اسيدك ميوكس لانه يقدر يشتغل في الاسيدك ميديا ويقدر يحمي النك اوف ذا جلاند من الاسيدز اللي طالعه من الجلاند، اسيدك ميوكوس. دول اول خليتين، شايفين الصوره هنا؟ الصوره هنا موضحه، ادي النك وادي بقيه الجلاند هنا، الصوره هنا نفس الكلام، شايفين ده اسمه سيرفيس ايبيثيليوم، النيوكليوي بتاعه بيزل واوفال كده بالشكل ده، والحته دي بتاعه الاسمس. شايفين هنا بقى الفلات نيوكليي دي؟ شايفين الخلايا المبططه دي؟ النيوكليي المبططه فلات نيوكليي دي، الفلات نيوكليي هنا وهنا دي موجوده في منطقه النك، موجوده في منطقه النك، فلات وبريفرال نيوكليي بالشكل ده منطقه النك. بقيه الخليه تحت بقى، بقيه الجلاند موجوده تحت كده بالشكل ده. بعد كده خليتين مهمين جدا، خليه اسمها بيبتيك سيل وبارايتال سيل. بيبتيك سيل بتفرز ايه؟ البيبتيك سيل دي حاجه اسمها البيبسينوجين، فاكرين الانزيم ده؟ الانزيم ده بيهضم اللحمه، بيبسينوجين. تمام، فهي بتفرزه بيبتيك سيل، بتبقى خليه كولامنر ان شيب، والسيتوبلازم بتاعها بيبقى ايه؟ في بيزل بيزوفيليا، بيزل بيزوفيليا، في ريبوزوم زهري ار تحت كده بيدوله بيزل بيزوفيليا، والابيكس بتاعها فيها ايه بقى؟ هيبقى فيها ميوكوس زي السيرفيس ايبيثيليوم؟ لا، فيها ايه؟ مش قلنا بتفرز انزيم؟
فيبقى في حاجة اسمها الزايموجين جرانيولز. الزايموجين جرانيولز دي يعني ايه كلمة زايموجين جرانيول؟ كلمة زايموجين يعني حبيبات فيها انزيمز بعد كده يحصل له اكتيفيشن، البيبسينوجين ده يتحول بعد كده البيبسين، تمام؟ فالزايموجين جرانيول دي بتبقى انستيند، موجودة في الايبكس بتاعة الخلية دي وبتبقى انستيند. النيوكلس هنا بقى بدل ما كنا على طول كولامنر سيلز بيزل اوفال، لا هنقول هنا بيزل اند راوندد نيوكلس، بيزل اند راوندد نيوكلس في البيبتيك سيل. دي من الاستثناءات بتاعه الكولامنر، كولامنر على طول بيزل اوفال ما عدا هنا بيزل وراوندد، وما عدا في الميوكاس نيك سيلز بتبقى بيزل اند فلات نيوكلس، تمام؟ ده بالنسبه للبيبتيك سيلز. طب البارايتال سيل، كلمه بارايتال يعني ايه؟ فاكرين حاجه اسمها البارايتال بلورا مثلا؟ بلورا جدارية، كلمة بارايتال يعني جداري. بارايتال سيلز يعني خلية جدارية، يعني خلية قصيرة ما بتوصلش لليومن، الخلية دي قصيرة ما بتوصلش لليومن بتاع الفاند جلاند، اسمها بارايتال سيلز، تبقى خلية مثلثة كده وقصيرة ما بتوصلش لليومن. وبتبقى وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها بتفرز ال HCL، ال HCL ده يعني أحماض، يعني أيونز، بتجمع أيونز وتفرزها. فمحتاجة إيه المهم عشان الأيونز؟ الميتوكوندريا، ففيها ميتوكوندريا كتير جدا، فعشان كده بتبقى ديب أسيدوفيلك، لدرجة بيسموها أوكزينتك سيل. أوكزينتك دي يعني زي أسيدوفيلك كده، كلمة أوكزينتك سيلز يعني إيه؟ ديب أسيدوفيلك سيل، لونها أحمر والنيوكلس بتاعتها بتبقى سنترال وراوندد، مدورة وسنترال بالشكل ده. بتفرز ال HCL وبتفرز حاجة اسمها ال intrinsic factors. ال intrinsic factor ده بالنسبة للpeptic cell والparietal cell. فاضل حاجة اسمها ال entero endocrine cells. ال entero من اسمها entero endocrine، قلنا خلية بتفرز هرمون، يبقى دي are modified cells which secretes hormones. الفند الجلاند فيها نوع واحد من entero endocrine cells اسمه ايه؟ EC، بدل EE انتيرو اندوكراين، الفاند الجلاند فيها EC او انتيرو كروموفين سيلز. الاي سي دي بتفرز ايه؟ افتكروا كده حرف الاي اندورفين، وحرف السي افتكروا سي، مش هتبقى سي بقى اس، سيروتونين، سيروتونين، يبقى سيروتونين واندورفين، تمام؟ يبقى الاي سي دي الخليه الوحيده الانتيرو اندوكراين اللي موجوده في الفاند الجلاند، بتفرز سيروتونين وبتفرز اندورفين. الاندورفين دي ماده شبه المورفين كده عشان تقلل البين، لو حصل انسان حصل له بين فالماده دي الجسم بيفرزها عشان تقلل البين، والسيروتونين دي ماده فازو كونستريكتور. طب يا ترى الانترو اندوكراين سيلز دي شكلها عامله ازاي؟ بتبقى بيراميدال ان شيب او كولامنر ان شيب، وضيقه من فوق كده، شايفين بتبقى نارو في البريفري. النيوكليس بتاعتها بتبقى راوندد وقريبه من البيز، راوندد ونير ذا بيز، مش في البيز قوي، قريبه من البيز، وبتبقى فيزيكولار، خليه نشيطه. طب السيتوبلازم، السيتوبلازم بما انها خليه بتفرز هرمونز وكده، فهيبقى فيها تبقى بيزوفيليك سيتوبلازم، فيها ريبوزومز وار اي ار، بالاضافه ان فيها الهرمونز بقى متكونه عامله حبيبات، الحبيبات دي بتبقى اسمها ارجنتافين سيلز، ارجنتافين جرانيولز، وبتتصبغ بالسيلفر، مش هتتصبغ الهيدروكسين يوسين، وهتتصبغ بالسيلفر. والجرانيولز بتبقى بيزل، شايفين هنا الحبيبات دي صوره اي ام كده موضحه الحبيبات اللي موجوده في الانترو اندوكرين سيلز ديت، اللي في اللايت مايكروسكوب ما بتتصبغش، بتتصبغ بالسيلفر، ويبقى اسمها ارجنتافين جرانيولز، وموجوده في البيز. ليه موجوده في البيز مش في الايبكس؟ الايبكس بتفتح على اليومن، اما الهرمونز دي هتطلع على اليومن، لا الهرمونز عايزه تروح للبلد، فعشان كده هي موجوده ناحيه البيزمنت ممبرين عشان الهرمونز دي تتفرز في البلد. يبقى اي خليه الاقي فيها الجرانيولز في البيز كده اعرف ان دي خليه بتفرز هرمونز، لان لو الجرانيولز دي فوق فكانت حاجاتها هتتفرز في اليومن، مش هيبقى هرمون. اما لقينا الجرانيولز تحت كده بيزل جرانيولز كده، فغالبا دي بتبقى خليه بتفرز هرمونز. الخليتين اللي باقيين معانا حاجه اسمها الستيم سيل او اندفرانشيتد كولامنر سيل، الخليه دي هي اللي تقدر تتحول لبقيه الانواع الخلايا، باقي انواع الخلايا في الاستومك بتتكون عن طريق الستيم سيلز، يعني الخلية ذات نفسها مش بتنقسم بالانقسام الميتوزي وتكون واحدة شبهها، لا في ستيم سيلز تكونها. دي كانت من السبيشاليزد سيلز، او تفتكروا السنة اللي فاتت كده ما كنا بناخد السبيشاليزد سيلز، الخلايا اللي هي مش على طول داخلة في السايكل بتاع السيل سايكل،
كم منهم الانتستاينال والايه اللي هو الخلايا بتاعت الايه الاستومك والانتست. في خلية كمان اسمها الكافيولت سيلز، بتبقى فيها ديب انفاجينيشن كده بالشكل ده، والفانكشن بتاعتها انون، اسمها كافيولت سيلز، موجودة في الاستومك. يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده عن الفاندس اوف استومك بالسبع انواع من الخلايا بتوعه، اللي هم ايه سيرفس كولامنر سيكريتوري والميوكس نيك سيلز والستام سيلز، ثلاثة مع بعض سيرفس كولامنر سيكريتوري والميوكس نيك سيلز والانتيرو اندوكراين سيلز، والاربعة اللي قلنا عليهم نحفظهم كده هسموهم ايه ستام وبيبتيك وبارايتال وكافيولت. ستام بيبتيك بارايتال كافيولت. وان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل محاضرة الاستومك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.